دايما مرتبط باسم الزمالك ايا كان اللي موجود مين. عمرو انت شرفت، احنا اتقابلنا، يمكن انا قلت ان انا جبتك من المطار زمان. سعيد ان انت موجود، وان شاء الله اكيد ليك مكان في نادي الزمالك، وفي مكان لنادي الزمالك لكل ولاده اللي موجودين، والبعاد مع المجلس او ضد المجلس، كلنا بنجتمع على اسم الزمالك. دي حاجه بسيطه انا لسه عاملها مخصوص. ده شرف ليا طبعا. هتقابل المستشار رئيس النادي، واكيد هيكون ليك مكان في النادي. اي حاجه هتحتاجها هنكون دايما في ظهرك. بشكر ميدو تاني، وبشكر كابتن ايمن طبعا، وبتمنى ان انتوا تتجمعوا كجيش. انا عايز اقول لك حاجه بصراحه، يعني كل ولاد نادي الزمالك، احنا عندنا جروب كده، كل ولاد نادي الزمالك كانوا عايزين موجودين في اليوم ده والله. لكن احنا الوقت كان قصير، ما عرفناش ان احنا نبلغ الناس كلها. والله العظيم يا احمد، اسال ايمن، ان كلهم كانوا عايزين يبقوا موجودين، انا نفسهم هم اللي موجودين هنا. وعمر بطل من ابطال مصر، مش نادي الزمالك بس. وعايز اقول له ان احنا كلنا في ظهرك باذن الله. باذن الله زي ما المستشار مرتضى وعدنا، ان انت هيكون ليك منصب جوه نادي الزمالك، لان ده هو نادي الزمالك. نادي الزمالك دايما فاتح بابه لاولاده، وانت راجل خدمت نادي الزمالك كويس جدا، وطول عمرك جمهور الزمالك عارف ان انت كنت راجل في الملعب، وبتموت نفسك في كل دقيقه بتلعب فيها. وده احنا مفتقدين دلوقتي. وده بالظبط، انت تعتبر جايد لكل اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي، واتفرجوا عليك وقتها. طبعا بشكر طبعا نادي الزمالك قبل اي حاجه، وبشكر طبعا سياده المستشار على الوقفه جنبي طبعا كابن من امام الزمالك. ودوت طبعا الحاجه اللي هي بتسعدني، الحاجه اللي انا فعلا كنت مستنيها من فتره. وبشكر طبعا على اخويا واستاذ احمد مرتضى، لان الراجل ده مش النهارده بس، ده هو بيديني الدرع دوت. الدرع غير طبعا نادي الزمالك، حاجه مش حاجه قليله بالنسبه لي. من وانا في المطار لما كنت جاي من روسيا، كان من اول من استقبلني لنادي الزمالك. تاني حاجه طبعا مش هقدر اوفي ميدو حقه طبعا، مش بس مش النهارده اللي خدت، لان طبعا حلو جدا انك تحس بزميلك، تحس حلو جدا انك انت افضل من زميلك، لكن في فرق ان انا بعمل حاجه بحب وبقدر اللعيب دوت، المستوى الفني او المستوى الشخصي كشخص. يعني بالنسبه لي الموقف دوت حاجه طبعا مش بعيد على ميدو، على فكره دايما هو بيقدر اللعيبه، دايما بيعمل حاجات كويسه، فكان بالنسبه لي كان دافع قوي جدا، خصوصا في الحاله النفسيه او اللي كنت بيها. فانا بتمنى ان شاء الله ان طبعا اكون موجود في نادي الزمالك، ان انا طبعا ايا كان البوزيشن انا طبعا خدام نادي الزمالك. وقلت انا قبل ما كنت لعيب، انا واحد من جمهور الزمالك. بشكركم، وان شاء الله اتقدم حاجه للزمالك في الشغل.